السلام عليكم واهلا بيكم حلقه جديده. والنهارده هقول لكم على نوع الكتكوت اللي عندنا يا جماعه. يا اخواتنا اللي سالونا نربي ايه في الصيف، بصوا يا جماعه اخواتنا اللي بيخافوا يربوا اللي هو الكب في الصيف، الكب حلو جدا في الشتاء يا جماعه، ولكن في الصيف مش اي حد يربيه. طيب النهارده هقول لكم على نوع كتكوت ابيض هيديكوا نسبه لحم كويسه جدا جدا، كمان الناس اللي هي بتحب تعمل بانيه او بتطلع الكتاكيت او الفراخ اللي هي بتسمنها بتطلعها بتبيعها على ان هي بانيه او هتخ ليها بانيه يعني. النهارده هقول لكم على كتكوت ممتاز جدا النهارده يطلع معاكوا نسبه صدر عاليه جدا، الصدر بتاعه والتحويل بتاعه بيكون في الصدر بيكون حلو جدا. ولكن قبل ما نبدا الحلقه ما تنسوش انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اخواتنا بقى اللي بيتفرجوا علينا في صمت يا جماعه انتوا مش هتخسروا اي حاجه لما ايه الجمال ده كرميلا طيب شايفين القمر طيب المهم اخواتنا بقى اللي بيتفرجوا علينا في صمت يا جماعه بدون ما يعملوا اشتراك في القناه وبدون ما يعملوا حتى لايك للفيديو تشجيع علشان ننزل لكم الحلقات اللي احنا بننزلها كل يوم، صدقوني يعني مش عارفه اقول لكم ايه ولكن مش هيخسركم اي حاجه لو حطيتوا لايك يا جماعه علشان غيرنا كتير يستفيد، وتشجعونا بجد ان احنا ننزل لكم كل يوم حلقه اسعار وننزل لكم كل يوم معلومات مهمه جدا للتسمين لو حضراتكم عاوزين تشتغلوا معانا تسمين. طيب النوع الكتكوت اللي عندنا ده بصوا ما شاء الله شايفين الحيويه بتاعت الكتكوت، بصوا اول لما بخبط كده بتلاقوا الكتكوت بينتبه، دي حاجه. الحاجه الثانيه بتلاقوا الكتكوت اصلا فيه تجانس عالي جدا ما بين الكتاكيت، ما بتلاقوش واحد صغير وواحد كبير، ما بتلاقوش الكتكوت نايم على نفسه، ما بتلاقوش الكتكوت فيه غلطه لما بنقلب الكتكوت كده ما بنلاقيش فيه التهاب سره، ما بنلاقيش فيه اي حاجه يا جماعه. اهو ما شاء الله الكتكوت اللي معانا ده تحويله حلو جدا في الصدر، الناس اللي بتحب صدر الفراخ يبقى الصدر العريض الكبير الحلو ده اللي بيطلع نسبه بنيه عاليه جدا زيه زي القب، ولكن بيخافوا ان هم يربوا القب في الصيف. طيب النهارده الكتكوت اللي معانا ده ايفيان يا جماعه، ايفيان. طيب ما هو ده يا سمر فيه نقطة سودة، بصوا يا جماعة الإيفيان كمان فيه نقطة سودة زيه زي اللي هو القب، يعني مش كل النقطة السودة يا جماعة بتكون قب، الكلام ده محدش هيقول عليه غيري، ولكن أنا دايما بحب أقول لكم كل حاجة بأمانة. الكتكوت فيه نقطة سودة أهو يا جماعة، ولكن ده مش قب، ده إيفيان يا جماعة أهو، بصوا برضه هتلاقوا فيه معظمه كده أو مش معظمه يعني تبقى نسبة قليلة جدا زيه زي القب برضه بيبقى فيه اللي هو النقطة السوداء دي. طيب الإيفيان كويس يا سمر، الإيفيان ممتاز يا جماعة وإن شاء الله هنشتغل بيه الدورة دي، هننزله عندنا الإيفيان المرة دي في الحر علشان إخواتنا اللي بيخافوا يشتغلوا بالقب، إحنا بالنسبة لنا ما بنقلقش خالص ولا من القب ولا من أي نوع إحنا بنشتغله، ولكن الناس اللي هي بتبقى قليلة الخبرة شوية بيبقوا مقلقين ان هم يشتغلوا يا جماعه بالكتكوت القب، اشتغلوا الايفيان او اشتغلوا رص او اي ار كلهم ممتازين، ولكن الناس اللي بتخاف من القب ما تشتغلوهوش في الصيف. ليه؟ لان هو يعني بتبقى المناعه بتاعته قليله او مش المناعه قليله، هو بيجي لما في نهايه الدوره الصدر بتاعه بيبقى كبير فبيحمل على التنفس بتاعه، فاي غلطه في التهويه عند حضرتك او في الحراره تكون عاليه بتاذي الفراخ في العمر الكبير اللي هو القب. يبقى يشتغلوا البديل بتاعه اللي هو الايفيان، الايفيان المعدل محترم جدا، كتكوت بيدي وزن عالي جدا، بيدي ممكن معاك 3 كيلو ونص في الدورة ما شاء الله. طبعا بيكون على حسب اهتمامك، بيكون على حسب العلف اللي انت بتأكله، بيكون على حسب الطريقة اللي حضرتك بتشتغل بيها، برضو بيكون على حسب جودة الكتكوت اللي حضرتك بتستلمه. ما تستلموش كتكوت يا جماعة يكون في غلطة، الكتكوت الوحش حضرتك ما تستلموش، حضرتك بتدفع فلوس يبقى لازم تستلم كتكوت ما فيش فيه ولا غلطة، ما حدش بقى يضحك عليك ويقولك لا الكتكوت حجمه صغير شوية مش مشكلة، لا الكتكوت نايم على نفسه عادي مش مشكلة اصل هو مرهق بس من الطريق، لا الكتكوت فيه التهاب سرة اصل لسه طالع من البيضة، مفيش الكلام ده يا جماعة. الكتكوت لو مش مظبوط حضرتك ما تستلموش، وقلنا قبل كده الكتكوت لازم يكون عينه مصحصحة زي ما حضراتكم شايفين كده، صوته كويس جدا، لما بتقلبه كده ما بتلاقيش فيه التهاب سرة ولا أي حاجة بالمنظر ده أهو، بتلاقي كمان حجم الكتكوت او التجانس بتاعه بتلاقيه كله زي بعضه، ما بتلاقيش واحد كبير واحد صغير. لما بتخبط كده او بتبدا ان انت بصوا يا جماعه لما ببدا اعمل اي صوت كده بيبداوا ان هم ينتبهوا بالمنظر ده. طيب
النهارده قلت لكم على حاجات مهمه جدا اشتغلوا وما توقفوش الشغل. التسمين حلو جدا والشغل في التسمين حلو جدا. معانا عاوز اقول لكم معايا ناس انا بحترمهم جدا جدا متابعين دخلوا القناه من بدايه ما صورنا، من يعني من اول ما صورت طبعا القناه الجديده عمرها تقريبا 7 شهور، ومعانا ما شاء الله ناس كتير دخلت وتعلمت وبقت الوقت حاليا انا فخوره بهم جدا. ليه؟ لان هم ابتدوا ان هم ياجروا اماكن ويشتغلوا على كبير، يعني كانوا بادئين يعني عاوز اقول لكم ب10 كتاكيت، والوقتي ما شاء الله بقى عندهم يعني عاوز اقول لكم عنابر كده متوسطه حلوه جدا. انا فخوره بيهم جدا يعني بحييكم جدا. طبعا هم سامعيني وعارفين انا اقصد مين. يعني معانا حوالي 4 5 شباب على القناه، شباب خريجين جامعات زي الورد من سن ولادي ما شاء الله شغالين في التسمين، حاجه بجد تفرح وحاجه كده يعني بصوا بجد حاجه تفرح. انا مبسوطه جدا لما الناس بتشتغل وربنا يكرمها. كده كده احنا قاعدين ما نقولش بقى ما فيش شغل ما فيش مش عارف ايه، ما نجيبش بقى المواضيع كلها ونحطها على الظروف والكلام ده كله. لا اشتغلوا يا جماعه، اي حاجه تقدروا تشتغلوها اشتغلوها ما دام بحلال ربنا وحاجه بترضي ربنا. التسمين حلو جدا وربنا بيرضيك في نهايه الدوره. ودي كانت الحلقه النهارده، اشتغلوا ما توقفوش الشغل، التسمين حلو جدا. استنونا في حلقه جديده. لو استفادوا من الحلقات اللي احنا بننزلها ما تنسوش تحطوا لايك كتير للفيديو يا جماعه، وما تنسوش كمان تشيروا الحلقات علشان غيرنا كتير يستفيد ويبقى عندنا ناس كتير في القناه شغالين معانا. وبس كده، دي كانت الحلقه النهارده. مش عارفه اقول لكم ايه غير بتمنى لكم جميعا التوفيق. ودي كانت حلقتنا النهارده، اشوفكم تاني بألف صحه وخير.